عشان تعرف يا اخواننا انه نحن والله في الجامعات وفي بلدنا دي بقت في مصايب يا اخ تحيرك انت، تنقض الاسلام من تحت. اول مساله في اركان الايمان، الايمان بالله في اربع امور. الامر الاول الايمان بوجود الله، وفي ناس انكروا اللي هم الشيوعيين او الماديين، وذيل بيجوك في الجامعه هنا بشبهات، يقول لك يا زول هوي نحن طلبه جامعيين ونحن ناس قرينا، والوهمه بتاعت الله قال والرسول قال دي يقول لك ما تقول لنا، ناس زي ذيل لاقيناها ما نحن عرفتها. ويقول لك نحن انا زول عملي، واحد في جامعه اسمها ام درمان الاهليه هناك اسمه عصمه الدسيس، قالوا بقى حزب امه، فهمت؟ المهم كان شيوعي، كان بيقول للطلبه قال انا لا استطيع ان اجزم ان الله موجود او غير موجود لاني لا املك ادوات ادراك الذات الالهيه. قال عشان توروني الله فيه لازم تدخلوني المعمل. زول مادي داري له حاجه هبشبل كده، ها حاجه كده ماديه بالحواس الخمسه، كويس. وده يذكرنا قصه حكاها واحد، قال في طالب صغير بعدين بيقريه استاذ شيوعي وداري يصل لهم الالحاد، قام قال لهم يا التلاميذ أترون هذا القلم؟ قالوا نعم. قال إذن القلم موجود. ترون هذه السبورة؟ نعم إذن السبورة موجودة. ترون هذا الكرسي؟ نعم إذن الكرسي موجود. قال لهم أترون الله؟ قالوا لا. قال إذن الله غير موجود. قام له شافع صغير، طبعا ناس داعش ديل، النوعية بتاع داعش ديل، لو جيت قلت له أقنع زي ده ما بيقدر يقنع، بس إلا يجيب له حزام ناسف ويفجره، أو لو جبت له كوز قلت له أقنعه إلا يجر له سيخة ويضربه. ده الموضوع كده، ليه؟ لأنه ما عارف الدين. زي واحد قال اللي قال له واحد كافر، قال له أسلم ولا أقتلك؟ قال له طيب دار أسلم أسوي شنو؟ قال له أنا ذاتي ما عارف. طيب أنت ما عارف، أنت دار تدعو الله كيف؟ لله دار تدعو كيف؟ فهمت؟ ده الشافع قام قال له بالمنطق بتاعه، قال له أترون القلم قلم الأستاذ؟ قالوا نعم. قال لهم إذا القلم موجود. قال لهم أترون الكرسي؟ نعم إذا الكرسي موجود. ترون السبورة؟ نعم إذا السبورة موجودة. قال لهم أترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال إذا عقل الأستاذ غير موجود. صفر صفر كده، فهمت؟ ما هو شوف الحجة دي، الإسلام ده يا أخواننا إسلام موافق للفطرة، وجود الله سبحانه وتعالى ده من الأمور الضرورية. يعني زي زول اللي بيقول لك كده أثبت لي الشمس موجودة، ده مش بتدي كف؟ عشان كده العلماء قالوا من أصعب المهمات شنو؟ شرح الضروريات، مش؟ أصعب حاجة في الرياضيات لقيتك شنو؟ يقول لك أثبت لي نهاية، مش من النهايات، صح؟ لكن لو قال لك من القانون جيب لي مثلا اثنين سنجيب التفاضل بتاعته، تقول لي بس اثنين خلاص الموضوع انتهى. لكن لو قال لك من بالنهاية، لما النهاية الدالة تقول لي الصفر، تعمل لك 17 سطر. ناس القام الزول ده وجود الله سبحانه وتعالى ده شيء مستقر في الفطر. واحد من الأعراب قال البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدلان على اللطيف الخبير؟ لو جيت أنا في الجامعة دي جيت قلت لهم يا أخوانا المنديل ده، طبعا المنديل ده جاء صدفة، والفاينل مكتوبة و12 12 قطعة دي وجد الصدفة سائل 12 دي قالت كده نقعد هنا نقيل هنا ونمشي بالعقل كده بتصدقها؟ انت مثلا جيب لك في الجامعه دي صدفه بتصدق؟ عشان كده بقول لك اي مفعول به لابد له من شنو؟ من فاعل، او اي فعل لابد له من شنو؟ من فاعل. زول ضربك حسيت بحاجه اثر كده بتاع ضربه ورا، معناها في زول ضربني. يقول لك لو 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 انت بقيت يعني تشوف ان اتضربت وما اتضربت معناها شنو؟ معناها اتجنيت، مش؟ دي حاجات ضروريه. طيب الشيوعيين يا اخواننا، الشيوعيين قاموا عشان يجيبوا الكفر بتاعهم والباطل بتاعهم ده في صوره ظريفه، عندهم نظريتين، نظريه فلسفيه ونظريه يزعم انها علميه. النظريه الفلسفيه هي نظريه الصدفه، انه الكون وجد صدفه، يقول لك الكون ده كله جاء صدفه، وهذه بطلانه ظاهر جدا، عرفتها؟ ويقول لك يعني يعني فجأة كده، أو المهم حاجة كده جاء الكون، وده كله طبعا ما بتقدر شنو؟ ما بتقدر تقنعه بطريقة، أو ما بتقدر تقنعنا به بطريقة علمية. الإمام أبو حنيفة رحمه الله جو طائفة من السمنية، السمنية ديل
مجموعة من الشيوعيين الجبهة الديمقراطية الهنود الزمان، قاموا قال له دارين ناظرك في وجود الله. طبعا أبو حنيفة رحمه الله كان إماما ذكيا، كان زول فطن، قال لهم خلاص تعالوا لي بعد ثلاثة يوم. جو بعد ثلاثة يوم قال له يا إمام دارين ناظرك في وجود الله. لقوا قاعد يفكر وخدت يده كده وقاعد يفكر، قال له فيما تفكر يا إمام؟ قال أفكر في أمر عجيب. قال وما هذا الأمر العجيب؟ قال أفكر في سفينة تجوب البحار والأنهار وتحمل البضائع وتنزل البضائع ثم تعود من حيث أتت وليس عليها عمال ولا حمال ولا ربان. فقالوا لو أجننت يا إمام، أيفكر في هذا عاقل؟ فقال أقول لكم سفينة تجوب البحار والأنهار وتحمل البضائع وتنزل البضائع وليس عليها حمال ولا عمال ولا ربان، وأنتم تقولون أن هذا الكون بسماواته وأرضه وأشجاره وبحاره ليس له خالق ولا صانع، فأينا المجنون؟ شوف الحجة دي قوية كيف، دي نظرية الصدفة. والصدفة دي، الصدفة دي انت في الاختبارات بتاعت الفيزياء بيقول لك لابد من تكرار شنو؟ من تكرار التجربة، مش حماية من الخطأ حماية من الخطأ الشخصي وتأكيدا لشنو؟ لنتائج التجربة. صح ولا ما صح الكلام ده؟ يقول لك تجربة كم مرة؟ ليه؟ لأن الصدفة ما مأخوذ بها، فهمت؟ هل حصل لقيت مثلا المعامل في الفيزياء 9.8 ولا كم هو؟ مش في معامل زي ده بتاع الجاذبية ولا بتاع شنو؟ ها؟ المهم في معامل تلقاه مثلا هنا تلقاه نفس المعامل، تمشي مثلا واطة ثانية تلقاه مختلف، هل بتلقى الكلام ده؟ تلقى انتظام بديع، الحرارة النوعية مثلا بتاعت الجاز بتاعت البنزين للناس اللي بيقروا ميكانيكا كويس؟ هل واحد؟ ما واحد، عشان كده بتلقى في التصنيع بتاع العربية ما واحد، عشان كده العربية بتاعت البنزين لو كبيت لها جاز ما بتشتغل، وتاني إلا تنظف التانك إلى آخر. الخلق البديع ده الخلق كده منه؟ طيب هل يمكن هذا الخلق البديع أن يوجد صدفة؟ المروحة دي ممكن توجد صدفة؟ ما ممكن. دي النظرية الأولى. النظرية الثانية عندهم واحد اسمه تشارلز داروين، واحد قام جاب له نظرية اسمها الانتخاب الطبيعي، وإلى الآن بيقروها في الجامعات ناس فتح الربعة ومين ومين من الشيوعين. يقول لك أصلا الإنسان كان عبارة عن خلية أولية زي ما قال لك أخونا يسري جبيل، ثم تطورت هذه الخلية الأولية وصارت بعد ذاك شنو؟ بني آدم. وألف في ذلك الشيوعين كما ألف فريدريك إنجلز. طبعا احنا بنقول لك الكتب لان الشيوعيين اللي بيكونوا قاعدين هنا ديل ما فاهمين حاجه، ديل بتاعين حد بتاع نبك وحب كانات وكلام فارغ زي ده، فهمت؟ انجلز قال عنده كتاب اسمه دور العمل في تحول القرد الى انسان، قال دور العمل في تحول القرد الى انسان، قال في مرحله كانت فاصله بين القرد وبين الانسان، يعني كلنا كده نحن عند الشيوعيين كنا شنو؟ مونكيز، مش قبل المرحلة دي. بعد ذاك قال في مرحلة قال القرد بقى كان بيمشي بكرعين أربعة زي الغنماية، بعد ذاك احتاج إنه يأكل من الثمار، بقى يجيف شوية يأكل أكل عمودية وينزل، وبعد ذاك قال إلى أن تطور ومشى إنسان. طبعا إلى أن تطور دي الوهمة ذاتها، مش إلى أن تطور، لا ما وريني يعني الفهم شنو هنا ال- 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 يعني المصيبة اللي بتقدر تقنعني بها المرحلة دي، يعني المرحلة التحول السبب شنو؟ تحول. طيب سؤال منطقي، نحن بفهم الشيوعيين كان أجدادنا قرود، الضنب مشى وين؟ سؤال منطقي، منطقي هو مضحك لكن سؤال منطقي والله جد، ما سؤال منطقي، الضنب مشى وين؟ يا ناس يا أخي أنتم تلعبوا علينا نحن، ما أنا والله بقنعك أسي جيب لي دكتور ولا زول بتاع أنسجة بيقنعك بالكلام ده، يقول لك طبعا الضنب عضو زيه زي اليد زيه زي الراس زي الأضان غيره، والعضو بيتكون من مجموعة من الأجهزة، والأجهزة بتتكون مجموعة من الأنسجة، والأنسجة بتتكون مجموعة من شنو؟ من الخلايا. معقول الضنب ده بس يكون يعني يكون البسط آخر ولا شنو؟ تلب ماله؟ ما سؤال مشى وين؟ عشان كده أخواننا ده كلام ما بيخش العقل. السؤال المنطقي والموضوعي والقالوا داروين والشيوعيين ما بقولوا، داروين قال النظرية بتاعتي دي فيها خلل، الخلل هو من أين جاءت الخلية الأولية؟ الخلية الأولى دي ذاتها جات من وين؟ تقول لا والله طبعا الخلية الأولى كان فيها سيتوبلازم، برضو ده اسمه سؤال اسمه الدور. الدور معناه شنو؟ معناه فلسفة وصفصطة ساكت. طيب من أين جاء السيتوبلازم؟ والله السيتوبلازم جو وقع له من جيب كوز، من أين جاء جيب الكوز؟ ما سؤال أنا ما بخليك،
بكده بنبقى في شنو؟ نبقى في تسلسل. عشان كده مرة ناقشنا واحد شيوعي في جامعة السودان بدري الكلام ده، قام قال لي يقنعني انه الله فيه، عديل كده. قلت له كويس، انتم بتقولوا بنظرية داروين، وقلت له من اين جاءت الخلية الأولية؟ لما ما لقى حاجة قال لي طبعا في حاجة اسمها الانفجار العظيم ومذنب هالي، واظنه كان بيحضر سنبل، قال لي جاي من هناك. قلت له طيب مذنب هالي ولا الانفجار العظيم انفجر من شنو؟ ما سؤال، انفجر من شنو؟ والخلية كانت في المستنقع الأول، أجاب المستنقع الأول منه؟ ده ما سؤال منطقي، عشان كده ما بتقدر تجيب ليه. عشان كده في حاجة يا أخواننا، العلماء بيقول لك العقل أو الشريعة تأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول. يعني بشيء العقل يتحير فوقه لكن ما بيقول ده ما بيحصل. الآن عندكم الآن في الهندسات، ما هو تعريف الضوء؟ ما هو تعريف الكهرباء؟ ناس اللي بيقروا كهرباء تعريف شنو؟ ليه شنو هي؟ تعريفها شكل من أشكال الطاقة. كويس؟ الضوء شكل من أشكال الطاقة. ده كله تعريف بتاعه في حاجات العلم ما وصل لها. الروح دي جاية من وين؟ سؤال. الروح دي بتلقى، يعني أنا الآن بتنفس، أنا الآن باكل وبشرب وأتنفس وأي حاجة، زول جنبي لا ضربته عربية لا قرصته عقرب ولا أي حاجة، بيتنفس زيي وممكن يكون أقوى مني، ما بيقدر يتحرك ومات. التفسير يا دكتور، يا زول قريت مختبر وقريت طب وحضرته وعملت أخصائي وبقيت بروفيسور وعندك زمالة في بريطانيا إلى آخر، الزول ده الخلاو ما يتحرك وأنا بتحرك شنو؟ أي العوامل كلها قاعدة، ها؟ الخلاو ما يتحرك شنو؟ يقول لك والله طبعا الروح طلعت. أيوة، يعني ده تفسير زي ما بيقولوا الشيوعيين تفسير ميثولوجي، يعني بالدين ايدولوجي. ده ما تفسير بتاع شنو؟ ده ما تفسير بتاع الطب. الطب المفروض يقول لي طبعا وقف القلب وكان الطرمبة بتاعته ما شغالة وبعد ذاك البنزين قطع والكلام زي ده، عرفتها؟ لكن بتاع الشغل، التفسير بتاعك ده تفسير رب العالمين. ربنا قال ويسألونك عن الروح قل الروح شنو؟ من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك يا أخواننا الإنسان ما هي حاجة بيزين بعقله، والعقل ما بيدرك أي حاجة، ما بيدرك أي شيء، أي شيء بتدركه بعقلك. وما يدركه الإنسان في زمان قد لا يدركه في زمان، فهمت؟ يعني مثلا التكذيب، تكذيب أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم المشركين، ربنا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. النبي صلى الله عليه وسلم مشى وجاء راجع، مشى المسجد الأقصى وأما الأنبياء وعرج به إلى السماوات ونزل في لحظة واحدة أو في ليلة واحدة، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وابتلاه الله وامتحنه أن يخبر قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حالهم إن الناس ذل ما بيصدقوا، وراهم بلغهم. أبو جهل طوالي استغل الفرصة، مشى لأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال له أو ما سمعت بما يزعم صاحبك؟ قال له أنت ما عارف صاحبك بيقول في شنو؟ قال له بيقول شنو؟ قال له زعم أنه ذهب إلى بيت المقدس البارحة وعاد في ليلة واحدة، قال ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا. إحنا شهر ماشين وشهر جايين، صاحبك امبارح بيضحك، يعني صاحبك امبارح قال في ليلة واحدة مشى. أبو بكر الصديق قال له إن قاله فقد صدق، قال له لو قال الكلام ده كلامه صح. الزمن ده ما كان في طيارات، مش شوف؟ عشان كده أقول لك الدين يا أخواننا بيجي بالشيء اللي بيحير العقل، ما بيشيء اللي بيمنع من العقل، اللي بيمنع العقل وقوعه. قام أبو بكر الصديق استدل له وقال له نحن نصدقه في خبر السماء وهو في المجلس، أفلا نصدقه إلى بيت المقدس؟ الأبعد يا توفيق، الأبعد السماء ولا بيت المقدس؟ الأبعد السماء. بيكون قاعد النبي صلى الله عليه وسلم معانا بنسأل عن أمر بيسكت لغاية ما يجي جبريل ويسأل الله فيخبره الله فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قصة النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فسأله عن أحب البقاع وشر البقاع عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام
ما جاوبوا حتى جاء جبريل وسأل جبريل ربه تبارك وتعالى، ثم نزل فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: خير البقاع عند الله المساجد، وشر البقاع شنو؟ الأسواق. قال له: نحن بنصدق في خبر السماء، ما نصدق في بيت المقدس. شوف الإيمان ده كيف. الليلة لو جبت أبو جهل وركبته في الخطوط، مش خطوط جوية، لو ركبته في ركشة مش بنبهر؟ ولك لا حول ولا قوة إلا بالله، دي كيف دي؟ فهمت؟ ما زول بليد، انت ما مشرك، انت كلام الله ما دار تسمع، فهمت؟ ولذلك اخوانا الانسان ما يبقى الشغل بتاعه زي شغل ابو جهل ده. والله صحيح ابو جهل، والله صحيح ابو جهل. عشان كده الانسان يكون موافق ومصدق لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، الامر الاول. الامر الثاني الايمان بربوبية الله، انه الله فيه والله خلقنا والله رزقنا، وده كان بيؤمن به ابو جهل وابو لهب، وده ما دخلهم في الإسلام يا أخوان، ما دخلهم في الإسلام. وإن كان زي ما أوريك هنا هتلقى كلام مناقض لكلام أبو لهب وأبو جهل، كويس؟ إذا كان أبو لهب وأبو جهل يؤمن بأن ربنا خلق السماوات والأرض، ربنا سبحانه وتعالى قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون منه؟ ليقولون الله. ده أبو لهب وأبو جهل، كويس؟ ده ما دخلهم في الإسلام. زول يقول لك: يا اخي انتم ما تكلمونا في الموضوع ده، انا ما عارف انه الله خلقني والله رزقني والله بيحيني والله بيموتني طيب ليه تكلمونا؟ لا، ده الموضوع الاساسي، وان كان ده مهم ومن الموضوع، لكن اهم من ذلك وهو النوع المساله الثالثه، ان تؤمن بتوحيد العباده او توحيد الالهيه. معناها شنو يعني؟ الخلقنا نعبد الله براه. طيب هل في ناس قاعدين يعبدوا غير الله؟ ها؟ في ولا ما في يا اخوان؟ في ناس قاعدين يعبدوا غير الله؟ زول يقول لك: والله انا ما شفت لي زول بيصلي لغير الله، ما حصل. ولا في زول بيحج لغير الله، ما حصل شفت زول زي ده. طيب دي براءة عبادة؟ زول بيقول: يا ابويا الشيخ تلحقنا وتفزعنا. ده عبد ولا ما عبد؟ لأنه ربنا قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. زول يقول لك: يا بقبة اللبنية اكتب لي حجاب من راسي لا كرعية. ده حجاب ولا برول ده؟ فهمت؟ والله إذا موجود يقول لك: عين يمين نادي الصالحين، عين شمال نادي الكمال، عين وراء نادي بشرة، عين فوق نادي أهل الزوق، عين تحت نادي بمسك، عين صعيد نادي عوض الجد. 500 واحد. الكلام ده أخواننا، الكلام ده في أفغانستان ولا هنا في السودان؟ الكلام ده قاعد يقوله أوباما؟ قاعدين يقولوا هنا في السودان، هنا قاعدين يقولوا في السودان. وإبليس عليه لعنة الله زي ما قال ابن عباس، قال: ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. ابن عباس قال: فما استطاع أن يقول من فوقهم، لأنه يعلم أن الله من فوقه. ده عنده 400 آلهة، فهمت؟ ناس تلقاهم بينادوا البرع، ناس بينادوا الختم، ناس بينادوا تور عفينة، والله مصائب. وبعد مرات تلقاه طالب جامعة، تلقاه في الجامعة هنا مهذب والود قيافة والريحة تمام ومجية، وتلقاه اول الدفعه ممكن، عرفتها الله عليم به، وبعدها تلقاه بيمشي لفوكيا يقول لك: اكتب لي بالله عليك الله اكتب لي حجاب، اكتب لي حجاب عشان الماده الجايه دي صعبه ميكانيكا مواد، عليك الله اكتب لي حجاب، كويس؟ ولا الكلام ده ما حاصل؟ حاصل ولا ما حاصل يا زول؟ لو جبت الفكيزات والفكيزات لو ربطته في الامتحان بيحلوا؟ ما بيحلوا لك يا. عشان كده يا اخواننا ما بنتقدم. اتخيل المهندس بيسوي الشغلانيه دي، الدكتور بيمشي للفكي. انت لو انت تقرا هندسه، فكي بمنتهى البساطه يكمل لك الشغل بتاعك كله، فهمت؟ لا دكتور، لا محاضره، لا 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 غيره، لا مراجعه، لا غيره. الدكتور تلقاه قرا ولما قامت له صلعه وكده، والنسوان ما ابن يعرسنه، وبعدت يجيك فكي فارش له 70 دلقان و70 حجاب و70 عرق. ده يقول لك ده طبعا للمغس، وده للجنة، فهمت؟ وده للقراية، وده العرق بتاع الدبيب، وده العرق بتاع الكشة، وده يا زول وده عرق السرطان. والله الناس دي تشوفوا في الأسواق، في الأسواق كويس، تشوف الناس دي الفارشين، والله الدكاترة المفروض يقفلوا، والله المفروض يقفل. أنت شغال شنو يا ناس؟ البلد دي عقائد منحرفة، ده شرك بالله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلا ليحارب هذا الكلام،
كويس. أنا الدمازين دي سكنت فيها وقريت في المدرسة جنبكم دي، في فكيبة جاي اسمه محمد طاهر، ما عارفه حي ولا ميت. مشيت له في أولى ثانوي عشان اكتب لي حجاب بتاع القراية، والله جت وكنا لف ونمشي البحر بجاي وين، المهم ما في قراية. وأنا قلت خلاص الحجاب ده حجاب قوي جدا، وقال لي جيب لي جدادة حمراء. طبعا ده شغل بتاع الفكه، يقول لك جيب جدادة حمراء وفارط رش وديك عاق والدين. يا زول أنا قايل لك وين كويس، جبت له جدادة، والله جدادة ظريفة جدا، عمك ضبحها وأظن داسه هو والجنون بتاع إنه، فهمت؟ وأنا بجاي جيت ال 13، يا زول وين الحجاب بتاعك؟ ما بتستفيد حاجة يا أخوان، ده بيقدمنا لقدام، ما بقدمنا لقدام. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.